في مجلس النواب هناك تشريع مقدم لعمل نوع من أنواع التنسيق والترتيب والتشريع لمن يقوم بالإفتاء أو الكلام في الدين. يعني قانون متقدم من بعض الأعضاء إنه اللي يطلع على التلفزيون، اللي يطلع على وسائل اجتماعية، اللي يطلع على المنبر يجب أن تكون له تراخيص ومحددات معينة ومعمول عقوبات حاسمة وحازمة لمن يتحدث في الدين دون ترخيص أو تصريح في أي مكان. معانا سيادة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهلا بيك يا فندم. أهلا يا فندم، أهلا بحضرتك. إيه ملخص القانون اللي حضراتكم قدمينه؟ هو بداية على فكرة فندم كان يمكن تقديم هذا القانون أتى في نهاية دور الانعقاد الماضي تحديدا في شهر يوليو 2021، ويمكن شرفت بالحديث مع حضرتك في فحوى هذا القانون الذي يعني قد صدر هذا القانون في سنة 2014، وما قمت بعمله هو تعديل بعض المواد وتحديدا مادتين بتحديد من لهم الحق في إصدار الفتوى. ويعني خليني يعني أحط كذا سطر على كلمة إصدار الفتوى، وهنا أعني من لهم حق إصدار هذه الفتاوى، من يعملون بهيئة كبار العلماء الأزهر الشريف، وزارة الأوقاف، وأيضا يعني امبارح كان تقديم هذا القانون في إطاره الأولي أمام لجنة الشؤون الدينية، وكان حاضرا فيها جميع الأطراف المعنية سواء كان الأزهر الشريف، وزارة الأوقاف، هيئة كبار العلماء، إدارة الإفتاء. طيب يعني للتبسيط يعني الوطنية للصحافة. سيادة النائب طارق، للتبسيط يعني اللي هو مثلا واحد بيسأل أنا أتوضأ إزاي، ثلاث مرات ولا مرة، الترتيب إيه، لازم اللي يرد عليه سواء في الجامع أو في التلفزيون أو على وسائل الاتصال الإلكترونية أن يكون إيه؟ أنت بقى في القانون حاطط إيه الإجراءات أو إيه الصفات؟ يكون من الجهات المعنية، مش قصدي في الدين الإسلامي فقط يا عمرو بيه، أنا أقصد الدين بإسلامه ومسيحيته بطوائف المسيحية شاملة، من لهم حق صدور إصدار فتاوى دينية. يعني ما ينفعش يا عمرو بيه ألاقي أبو فلان طالع لي على قناة بيقول لي حقق المرأة وحقها الشرعي و و و وبالبحث عن هذا الشخص أفاجأ أن هذا الشخص ليس معنيا أو ليس خريج يعني الجهات المعني بها أو أحد تلاميذ أو أحد المرخص اللي هو بيقولوا عليه طالب علم، يعني راجل أرى يعني عندنا طبعا عدد من الشيوخ خصوصا في السلفية وإلى آخره، دول طلاب ما يسمى بطلاب علم ولهم يعني مجالس إفتاء في أماكن كثيرة. والله يعني النهاردة حضرتك في التلفزيون خلال العشر سنوات الماضية كان بيطلع علينا ناس يقولوا ده الشيخ فلان، وبالبحث عنه مش عايز اقول اسامي، ولكن هؤلاء ليسوا من لا طلاب علم ولا لديهم المعرفه ولا العلم ولا الدين للحديث في هذا. ونلاقي النهارده يعني اللخبطه اللي حصلت في المجتمع بتاعنا، لانه احنا بنجيب كلام غريب جدا او ملهوش علاقه بالمجتمع اللي احنا فيه، ويقول لك اصل ده الشيخ فلان قال، تماما زي ما حضرتك امبارح كنت طالع بتتكلم على نصاب الكركمين. دول نصابين علم، نصابين فقه، نصابين دين، كل واحد بيطلع على قناة يشتري له ساعة أو نص ساعة أو طب ساعتين. في القانون في القانون اللي حضراتكم قدمينه هي هتمشي ازاي؟ الناس يعني على إطلاقها اللي عايزة تتكلم في هذا الأمر تأخذ ترخيص من جهة معنية، ولا الجهة المعنية هي هتقول دول الناس اللي مرخص ليهم؟ يعني هتمشي ازاي؟ طيب حلو قوي.
النهارده حضرتك الجهات المعنيه باصدار هذه التراخيص او من لهم حق الافتاء خليني احط تحت كلمه الافتاء يعني صدور فتوى دينيه متخصصه تمام، هيكون هناك قائمه لوسائل التواصل او لوسائل الاعلام المختلفه سواء مقروءه او مسموعه او مرئيه او وسائل التواصل الاجتماعي المختلفه، بنقول ان مثلا دول 1 2 3 4 10 15 20 زي ما يكونوا لهم هم من لهم الحق في اصدار فتاوى خاصه بالدين الاسلامي او الدين المسيحي كل كنيسه بمن يتبعها. يعني هيحصل العكس انه الازهر هيقول لنا او الجهات يعني الجهات المعنيه يا جماعه دي الليسته بتاعت الناس اللي تفتي، غير كده لا، غير كده لا. لكن ان انا ادير حلقه نقاشيه انا لا احجر على فكر او راي او اصحاب الراي المختلف سواء مع او ضد، ولكن انا ضد اصدار فتاوى من ليس لهم الحق في اصدار مثل هذه الفتاوى. احنا شفنا كم من سنتين كان الازهر ووزاره الاوقاف طلعوا قوائم ان هم دول ناس اللي ليهم حق الافتاء على الفضائيات، احنا مش حصل ده؟ حصل يا فندم من 3 سنين او 4 سنين بالظبط. ايه الفرق بقى بين ده وبين ده؟ العقوبه انا بحطه في اطاره اطاره يعني خلينا نقول في اطاره التنظيمي وايضا وضع عقوبات لكي تردع اللي بيخالف ده. يعني انا ما ينفعش ان انا الاقي افاجئ انه هناك ناس بتقوم بالافتاء وفي النهايه ماشي في مشروع القانون الاشغال الشاقه المؤبده. لا 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 دي مش موجوده. دي لا انا مش موجوده يا فندم. ده يعني ده ليه ما علق مشانه بقى بالظبط كده. هي طيب العقوبه من 50 الى 100,000 والحبس من 6 شهور الى سنه. أول واه من إلى لا الحبس والغرامة ولا حبس أو غرامة؟ لا و أو يعني يرجع لمتخذ القرار في الهيئة القضائية طبعا. يعني اللي هيقوم بالفتوى ممكن يتحبس 6 شهور ويدفع 150,000 جنيه مثلا يعني. لا 50 ل 100,000 مش 150 من 50 إلى 100,000 50 فيبقى عنده العقوبتين. لا يا فندم او يعني 50,000 عقوبه ماديه او الحبس المقرر ده حسب ما هيقرر حضره القاضي يعني طبعا متخذ القرار في هذا. طب هو القانون ده في انهي مرحله دلوقتي يا فندم؟ هو امبارح يا فندم كان عرضه لاتخاذ الموافقه من حيث المبدا و تضمن هذا اللقاء مقدم القانون اللي هو أنا أمام لجنة شؤون الدينية وكان حاضرا ممثلا للأزهر الشريف وزارة الأوقاف هيئة كبار العلماء دار الإفتاء. طب يعني حضرتك بتقول لي أنه من بعد القانون ده كمية الصفحات اللي موجودة على السوشيال ميديا دي تتقفل بقى؟ لأنه طبعا أنا مش عايز أقول أسامي بس أنت عارف في عدد من الشيوخ اللي موجودين صفحاتهم مفتوحة والناس بتصحى كل يوم يا مولانا أنا مثلا طلقت مراتي الطلاق يقع ولا لا يقع، أنا يا مولانا شربت أثناء الصيام ده يقع ولا لا يقع، كل هؤلاء لازم يقفلوا صفحاتهم مع القانون الجديد. هل هذا الشيخ مرخص له بإصدار فتاوى دينية؟ نعم أو لا؟ لا. في حالة نعم على عيني وعلى راسي، لا شكرا بيتم غلق الكلام ده. طب معلش سؤال ساذج، انا خريج اعلام تمام ما لياش في الموضوع ده بس انا يعني بقى عايز اجتهد واقول واقول اخره، هل يحق لاي حد ما ينتميش لهذه المؤسسات المحترمه ان يذهب عمرو اديب يروح مثلا الازهر يقول له والله انا عايز ترخيص، هل اي حد ممكن يطلب الترخيص ولا الترخيص قاصر على ابناء هذه المؤسسات؟ حضرتك هتقبل على نفسك كعمرو اديب مع حفظ الالقاب أن تصدر فتوى؟ يا فندم مش أنا عن دون علم. أنا مش أنا بقول لك أنا مش عايز أقول أسامي يعني مثلا مين أوصاد؟ يعني مثلا مين أوصاد؟ يعني مثلا عمرو خالد مثلا تمام ينفع يقول فتوى يقول أي حاجة ولا ما ينفعش؟ عمرو خالد الشيخ حسان الشيخ الحوين يعني بنتكلم كده
يعني انا مش او ابنه يعني اسامي ايه اسماء، ولكن اذا هذا الشخص خريج هذه الجهات او يعمل لدى هذه الجهات او مرخص له من هذه الجهات على عيني وعلى لا عارف. مرخص يعني ايه؟ يعني هو يروح يطلب ترخيص مثلا؟ لا، هو في حاله من اتنين، يا هي الجهات دي هتنزل لنا قائمه وتقول لنا هتنزل لحضرتك قائمه، ولكن لو طارق رضوان جه بيدعي انه على علم وعلى وعي بيتم وضعه في اليه معينه لاختباره وتقنين وضعه، و ده اللي انا عايز افهمه، يتم اصدار ترخيص لطارق رضوان لاصدار مثل هذه الفتاوى. اكيد يا فندم. طيب احنا يعني نتوقع القانون ده في ظرف قد ايه؟ والله احنا في مرحله زي ما كنت بقول لحضرتك، احنا بنتلقى الاسهامات الخاصه من جميع الاطراف المعنيه، وزي ما قلت لحضرتك الوزارات والهيئات المختلفه التي لديها اسهامات في مثل هذا القانون، وتتلخص هذه الهيئات في زي ما قلت لحضرتك دار الافتاء، هيئه كبار العلماء، الازهر الشريف، وزاره الاوقاف، هذا فيما يخص شان الدين، وايضا الكنيسه المصريه، وسيتم تقديم دعوتهم لجلسه نقاشيه جميع الاطياف الكنسيه مع الدين الاسلامي، وكذلك ايضا اسهامات الهيئه الوطنيه للاعلام، الهيئه الوطنيه للصحافه، وكذلك ايضا التدقيقات الصادره او الوارده من وزاره العدل فيما يخص الاطار القانوني المنظم لمثل هذا التعليم. الأستاذ طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.